رجعنا لكم في ليلة رمضان العشرة وتلتاشر دقيقة على راديو ميد، مازلنا مكملين معكم حتى نصف الليل. الساعة هذه مخصة لعمل درامي، أنا شخصيا نحبه برشا ولقاه برشا استحسن الجمهور، اللي فيدباك براتيكمون كلهم باهين، نحكيو على المايسترو وبحذينا مخرج العمل سي لسعد الوسليتي. الوسليتي 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 قلت الورتين ياي بالأحمر بربي هذيا. شنو حبيبي لك سي لسعد؟ يعيشك صحة شريفتك ويعطيكم الصحة على الاستضافة. مرحبا سينو فل، نحبو ياسر مالك بن سعد. مرحبا بيك، مرحبا لك. دونك سنين نشوفوك في المايسترو في الفيشورب، طبعا بعد نحكيو على دورك في شورب. سينو اكتشاف بالنسبه ليا وللعباد اللي تاثروا ياسر بالدور نتاعها، سنال حبيب اهلا وسهلا بيك لبنى في المايسترو. دونك شي خطه نحكيو اكيد على دورك وعسان نتاع البارح، اللي البارح اكيد اكثر من ستار تونس في بالك. راك عطيه صفحة الشات صب. دونك لسعد نحكيو على المايسترو، عودة الدراما للتلزة الوطنية، كي نقولوا عودة ماهيش سهلة، على خاطر تعرف اللي مؤخرا العامين الأخرين كانت فما شبه قطيعة بين المشاهد والتلزة الوطنية، سيرتو اللي هي الإنتاج تغيب عام براتيكمون على التلفزه الوطنيه، دونك ما كانش سهل الاختيار بكل. وبعد تم اختيار المايسترو مع المخرج لسعد الوسليتي، قضايا حساسه تترحم ولا يعالجهم المسلسل هذايا، قديش كان صعيب الاخراج الكاستينغ والعمل هذايا تنفيذ العمل معناها. هو على قد ما كان صعيب على قد ما كان سهل. علاش؟ خاطر كي يبدا العمل انك تتبناه، لانه المايسترو هو مشروع من اكثر من 3 سنين نحلم اني نعمله، وفي نفس الوقت عشت معاه 3 سنين هذوما. معناتها عشت معاه كيفين؟ عشت معاه انه من اول ما جات الفكره. من الأول كانت عندي فكرة أني باش نخدم على أطفال الشوارع والموسيقى، ومن بعد بعد لقائي برياض الفهري وليت والتجربة اللي عاشها هو من 94 99 في الإصلاحيات كيف ولقائي اللي هي التجربة الرابعة معنا مع بعضنا عماد دي الحكيم سيناريست. قبل ما نبدأ نكتب السيناريو، ممكن التحضيرات اللي عملناها عاونتنا برشا اللي تخليه انه وديما كي تتبنى حاجه وتولي حاجه خارجه منك تكون توصل اسرع، اللي يخرج من توصل اسرع وتكون فيه متعه زاده في الانجاز. وتقريبا الريشيرش هوني كعملتها ما مشيتش قريت كتب ولا دراسات، مشيت شفت عباد في الميدان، اللي مشيت شفت اولاد صغار عاشوا التجربه هذه. انا شفت تقريبا اكثر من 150 وصورتهم. اللي فيهم شكون عاش تجربه الاصلاحيه، اللي فيهم شكون عاش تجارب صعيبة في حياته اللي عمرهم من 12 و18. وبعد ما شفتهم، بعد ما تقسمت معهم مشاكلهم ألامهم، لأنه هوني نحكي عليه صغار حساس ياسر، كي طفل 12 سنة يرتكب جريمة قتل، ولا طفل يرتكب 14 سنة يحرق 4 مرات، ولا 11 سنة تلقاه شغله كامل هو من مترو لمترو يبراكي في العبيد، راهي ماشي حاجه سهله. دونك هذوما كل خلوني في الاخر نقول ما عادش وليت مشكلتي باش نعمل مسلسل، ولا واجب علي يلزمني نعمله المايسترو، ولا حاجه وليت تحس روحي مسؤول دوفوار على 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 حتى كمش وليت نحس اني لازم الناس هذوما اللي شفتهم واللي حكيوا لي حكايات توجع، حكايات ترى نشوفوا فيها كل يوم مع مره ما نخزروا لها صحيح، ولا ما نوجوش عليها اسباب. تعرف انت كي يبدا طفل صغير تسوق في كهربتك وكي يبيعوا في المشموم ولا يمسحوا في الكراب تريكت من غير ما تشعر، تسكر عليه الشباك وتسكر الباب، تخاف لا يحل عليك لا يسرقك في حاجه، انت حكمت عليه قبل حتى ما يعمل اي جسم. فالخوف منهم ومن بعد كي تحكي معهم تحسهم في الاخير هم اطفال. صحيح الافعال اللي عملها بتاع بيت كبار، اما من داخل طفل، من داخل طفل نورمالمون هو راهو مش في صلاحيه، ولا يبيع ولا يخدم، راهو يقرا، راهو يعيش طفولته كيما العباد كل، يعمل موسيقى، يعمل مسرح، يلعب. هذا كل علاش قلت لك خلى ولا بالنسبه لي انا هذا مشروع وتجربه انسانيه وليت مسؤول عليها. دايوغ الجانب الانساني نحسه غالب المخرج هوني، معناتها الجانب الانساني غالب على لسعد الوسليتي المخرج، تلمو متاثر بتاتخ بالحكايات اللي شفتهم، وتلمو مركز في المساج. اصعب حاجه في المسلسل هذايا اباغ الاخراج والكاستينغ والممثلين وكل، المساج باش يخرج به التونسي من بعد باش تبدل له فكره كامله، راهو ماهي سهله. هو هذا هدف المايسترو، المايسترو هو
يزوي يخلق حوار. انا كي نقرا توا في لي كومونتير كي واحد يقول لك انا والله مش نحب نهز ولدي نقيدو في كلوب ولا غيره كل شيء. هذا هو هذا الهدف راهو. شوف صحيح في رمضان ولازمنا نقدموا عمل درامي ولازم الناس تشوف الدراما، مي زادة مهمتنا وهذا زاد مهمة المرفق العمومي، مهمة التلفزة التونسية، انها زادة تقدم عمل يمس الناس، عمل يحكي على حاجة اجتماعية، عمل يخلق حوار ويعالج بالطبيعة ويعطي امل ويعطي امل. انت قلت كلمة قلت هذيا مهمة التلفزة الوطنية التونسية هي مهمة التلفز الكل مش المرفق العمومي كهو، حتى التلفز الخاصة نورمال مو اي عمل يكون يوصل مساج ولا شوف هي كما قلت راهو زاده هي مهمة الناس الكل انه نرتقي بالذوق، انه نطحوا مشاكل تهمنا. الترفيه به ساعات انك تعمل حاجه جست الهدف نتاعك انك تضحك ولا انك ترفع اوكي موجود. اما انا نتصور لازم زاده فما على الاقل لو مينيموم نتاع انك ما تستبلهش المشاهد، نتاع انك تخلي المشاهد فاعل معك مش جست يتفرج وكهو تخليه فاعل في اي حاجه لو حتى في سكيتش تجي تخليه المتفرج يكون فاعل. علاش مهمه المرفق العمومي اكثر؟ لانه المرفق العمومي ماهوش هوني يلوج على الاثاره، ما يلوجش على البؤس، ماهوش هوني منطق الربح والخساره، هو منطق انه هو مسؤول زاد على ذوق عام، مسؤول على 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 انه يرتقي شويه بالمشاهد. دونك الكاسينغ ما كانش سهل بكل لا سعد جماجين سورتو مع الصغيرات، على خاطر باش تجيب صغير يمثل دور حساس كيما هذاك تحطه في اصلاحيه ما نتصورش كان سهل. هو بطبيعه فمش حاجه سهله، ممكن انا تجربتي كي كنت صغير انا كنت في الكشافه وكنت في نوادي الاطفال وكنت في خليتني شويه سهلت لي القرب نتاعي لهم، خاطر في الاخير الطفل اذا كان ما يخدش يعطيكش الثقه وما يحسش بالامان، ما يحسش انه انت غدوه كان تصيروا اي حاجه غدوه ينجم يلقاك انت، نجم انت تسمعه ما ينجمش يعطيك. وهذا اللي صار مع في المايسترو. وقت اللي عملت كاسينغ كنت معناتها الاوبجيكتيف نتاعي من الاول كنت نحب ناخذهم الكل عمرهم ما جربوا مثله، ناس ما عندهاش تجربه في التمثيل، حبيت ناخذ ناس اللي عندهم تجربه في الحياه اكثر، خاطر مش باش يمثل مش يكون صادق وهك الفريشور هذاك اللي ما تلقاش في عبد عنده تجربه. وهذاك اللي صار انه احنا عملنا كاستين كبير، عملنا حتى برايف قبل ما نعمل الاختيار نتاعي، ومن بعد لقيت روحي بين عملتك المزج بين الناس اللي عمرها ما مثلت، الناس اللي بالحق تعيش جزء من اللي يحكي فيه المايسترو، وبين ناس عندهم تجارب وبين اسامي كبار في الاخر حتى لي كومبارس اللي كانوا موجودين في الاصلاحيه واللي بعد بالواحد اعطيناه دور صغير اللي يتكلم الكل شركناهم في الموضوع هذا. هي انا نقولها المايسترو هي موزايك من الناس اللي عندها تجربه، من الناس اللي عندها طموح، من الناس اللي اول مره تقف لكن متبدي الشيء اللي نحكيه فيه، من الناس اللي عاشت الشيء اللي نحكيه فيه. دونك خلينا نمشيو للسنه الحبيبه اكتشاف رمضان السنه. سنه مرحبا بك. البارح كما قلت لك قبيله باكيت ستار تونس، برافو على الاداء نتاعك، هذا اللي يشهدوا به براتيكمون الناس الكل. احكي لي سالتك البرا في الاوف قلت لك سنه عملت مسرح قبل ولا؟ قلت لي لا. دونك اول مره تقف قدام كاميرا؟ مش أول مرة نقف قدام كاميرا. أقرب شوي ميكرو سنة. مش أول مرة نقف قدام كاميرا، مي أول مرة نقف قدام كاميرا في بروجي كبير. دونك اللي خدمته قبل سيتي دي كور ميتراج. سان ريان أفواغ بالمايسترو. كيفاش بديت تحب تعرف؟ كيفاش بديت؟ بيان سور. لازمني نعرف الموهبة هذيا منين جيت. وشين حتى المستمعين يحبوا يعرفوا زاد. جو بريفير نحكي على سنة من بعد ما يوفى المايسترو. لا تحكي لي كيفاش الرول نتاعك، كيفاش بديت كيفاش جاك الدور هذايا في المايسترو، الدور خوفك ولا تخزر لاسعد؟ لاسعد مصيبة. ليه على كيفاش جملة؟ ما نحبش نحكي لهم كيفاش. ليه ما تحكي لي؟ علاه ما تحبش تحكي كيفاش؟ مش توا. ليه مش تحكي ليش على الغول شنو باش يصير من بعد باش ما نحرقوش الاحداث؟ انا معاك، اما من الاول كيفاش جاك الغول في حاجه شخصيه؟ لا خاطر سيتي دي كوانسيدونس جرت بعضهم و حاجه جابت حاجه. دي كوانسيدونس ما تحكيوش؟ نو مش ما تحكيوش. بون لقيت اون انونس في الانستغرام.
على المسلسل نتاع المايسترو. مشيت عملت كاستين. دونك مشيت عملت كاستين. وخذيت الدور ردود الافعال دونك اكيد وصلوك ان امنيتي نفهم النظرات بين سنين ولا ساعات شنو يحبوا لا ايش اقول لك؟ سنين خلي على قد ما عندها انرجي كبيره قدام كاميرا على قد ما في الدنيا تيميد. وهذاك اللي انا كيفاش نقولوها اكتشفته فيها. هي جست كيفاش عرفنا بعدنا بالحق. هي انا نهار قمت في وقت نحضر وبالحق دور لبنى تعبني باش تلقى البروفيل كيما دور شهاب وانت بالزهر جبتهم زوز مع بعض شهاب ولبنى ويونس اكثر ثلاثه ادوار تعبوني مات دو تيل سورت اني شاك فوا كل ما نقدم نقول ويقرب وقت التصوير نقول وينهم يلزمني نلقاهم. سنه هي كلمتني صباح كلمتني هي تعيش لبرا سنه دونك كلمتني قالت لي انا سمعت كاستين قلت لها باهي قلت لها باهي انت فين قالت لي هي ما تعيش في تونس دونك قلت لها باهي انا بعث لك السيناريو اعمل فيديو وابعث لي كاستين يا اخي بعد ثلاثه ولا اربع ايام كلمتني قالت لي اني جاي ديجا كي قالت لي اني جاي قلت هذه فاهمه روحها اش تعمل معناتها واحد ياخو بي دافيون وغاليه برشا البي دافيون دونك فين تسكن نجم تقولوا لنا فين ما تحبش تقول تعيش في قطر هي في قطر دونك خذيت بي دافيون خذيت طياره سبيسيالمون باش تعمل كاستين باش تجي 3 جور وتعمل كاستين نجم تقبل كيما لا كيما لا دونك هوني انا بالنسبه لي انه عبد ديجا هوني عبد عنده ثقه في روحه ومؤمن بروحه والمشهد اللي شفتوه البارح هذاك اللي عملنا عليه الكاستينج أبون؟ وانا وقت نصور فيها الدمعه نتاعي هبطت دونك بور موا سي مازالت هي خارجه يعني ما قلتليش وقت مي ما تصورش قداش ارتحت كي لقيت لبنى وقداش معناتها انا كلها ميرسي انك جيت ميرسي انك جيتني انقذتني باش كيما ميرسي الغانم يعني برشا عباد كي يجيوك وانت تبدا يونس معناتها وكيفاش قولوها وعطات معناتها قيمه كبيره وامبلور اكثر للدور. اصعب مشهد هذاك عند سني ولا باش تشوفوا حاجه اخرى باش تاثر فينا الحقيقه؟ مازال حاجات اخرين مازال اما تو باش ندخلوا في منعرج اخر في الشخصيه. باهي هذايا المخرج ومطعم في الكاسينج باكيت وخلي تونس سني طلعت الدور هذاك بيدو هو اللي عملت معناتها في الكاسينج هو اللي قمت به. سيكونس اللي مع رقيه. مع رقيه في البيرو مع دره. مع دره اللي عملنا عليها كاستين. هذيك اللي انا نحكي على المشهد نتاع اللي تبكي جبينة. على في جبينه على الكبار. والمشهد هذاك ما كانش في السيناريو من الاول. من بعد اضفته. علاش؟ خاطر برشا حاجات اضفناها هذه الطريقه اللي نخدم بها انا وعماد الحكيم انه كي نبدا نصور انا ندخل بسيناريو وفست التصوير نبدا نغير. اش معناه؟ كل ما نلقى اكس ونلقى ممثل اعطاني ماشي معاك نطور تزيدوا خاطر هذيك هي راهو نطور وتعرف سناء نجم كل الحلقه الاولى تفرجتوا فيها زدنا فيها تقريبا اكثر من 50% واحنا نصور وبدلنا خاطر كنا روحنا مشينا في ثنيه والاهم مازال ما حكيناش فيه وحلقه اولى وباش نجبدوا بها الناس وباش نكونوا اكثر معناتها نحكيوا اكثر على السوجي بتاعنا دونك قلبنا دونك الغول كان اصغر برشا غول سنة بعد هو مهم الاول اما عملنا اضافات اللي طورت الدور اكثر. سنة احكي لي على المشهد بكري علي يحب يسمع الاجابه هذيا بربي خلينا نسمع عليه واكيد وين سكن المشهد نتاع اللي انت تقرا في الفاتحه في الجبينه اللي تبكي على القبر دونك قديش كان صعيب والصدق هذاك في المشهد منين جبته سنة؟ الموت ما فماش اصعب منها يا دار. عشتها بالطبيعه. دونك هذيك منين جاي؟ وغير يعني ابار الموت في السيكونس هذيك كانت فما العلاقه نتاع لبنى مع امها. كانت فما لبنى قبل كيفاش كانت عايشه ابار امها شنو اللي صار عليها معناها. دونك ما فماش كان الموت. فما العركه ما بينها هي وامها، العركه ما بينها هي وروحها، كيفاش باش تعيش، شكون باش تحاسب بعد ما امها ماتت؟ ما قعد حد باش تحاسب. جوستومون، شو تحاسب روحها هذول من بعد؟ يعني قبل هي كانت ترمي في اللوم امها، هي السبب باش وصلتها الاسلحه، هي امها هي السبب باش طاحت للقلم هذاك كما قلنا. كي ماتت امها ما قعد حد تلوم عليه. شنو رد الافعال بعد ما شفت هذاك كي خرجت في الشارع؟ شو قالوا لك العباد سنة؟
بون انا متفاجئه برشا بالعباد، يعني العباد كي تفرجوا كيفاش ثبتوا في لي بتي ديتاي، ما خذوهاش جوست بمسي، يعني مسيتني بكيتني، نو فهموا فهموا الغولاسيون تاع لبنى مع امها، فهموا علاش العيطه هذيك، علاش البكاء هذاك، سيتي با غراتوي. شنو قالوا لك معناتها بالكلام؟ شنو كيف وصلوا لك ردود افعالهم، ولا شنو حسوا وقتها مثلا من الحاجات اللي سمعتهم، حتى من المساج اللي قاعد فيسبوك؟ برشا حاجات، قول لي اكثر مساج محميهم. برشا حاجات اكثر مساج مسك، اكثر مساج كلهم يعني ناس نقرا مساج، يجيني مساج اخر كيف كيف واقوى. دونك فرحانه بالطبيعه، بالطبيعه نزيدو نحكي فرحانه، مش بال اني بكيت العبيد هكا هاو، نو سي با سا، هو مش بكيت، هو مسيت انه يفهموا الغولاسيون شنو تعدى على لبنى، شنو صار لها، علاش وصلت غادي هكاك، علاش هي في الحاله هذيك، علاش هكاك مقاربه، علاش مره تصيح مره تحب البنات. ثاني نحسك متاثره ياسر بلبنى. بالطبيعه نحبها لبنى. عشت في حياتك جزء من شخصيه لبنى؟ قلنا باش نخليو سناء على جنب توا، ولبنى على جنب. لا نحكي على سناء توا، خاطر توا ولا عندك جمهور معجبين، يحبوا يتعرفوا عليك اكثر، يحبوا يسمعوك. دونك كي تلمو تحكي على الشخصيه كلهم يتقمصوا شخصيات وتقرب لهم، بحسك من قلبك هكا معناتها فريمون تدافع عليها، حبيتها وحاسه بها. انا لبنى من وقت اللي عديت الكاستينج لا سعد عطاني بلوزيور سيكونس تاع بلوزيور يعني شخصيات اخرى كيف كيف من البنات. ووقت اللي نحضر في الكاستينج وحدي ندور في الدار ونقول انا لبنى حبيتها، ما نعرفش شكون، شنيا في السيناريو، شنيا دورها، باهية خايبة، شنيا حتى ما نعرفش. ما حبيتها. حبيتها، مازلت مأثرة فيك لبنى لتوا؟ اي. كيفاش شلخت بروحك مازلت مأثرة فيك؟ مازلت حزينة شوية؟ لما مو فرحانة بالنجاح. نحبها نحبها، نحب تفاصيلها كل. انا خايفه عليها تموت، تقول لي نحبها مش تخرج من لبنى، يظهر لي يلا سعد شنو نعملوا لها الطفله. باش نرجع نحكي معك اكثر على لبنى، برافو، نحب نقول لكم فريمون برافو، سورتو لي اول مره في عمل ضخم بار لي كور ميتراج اللي خدمتهم. خلينا نمشي لمالك اللي نحبه برشا، وتنقول لك باش نقول لك من الاول علاش نحبك بالحق، خاطر فيما نسمع مالك نشوف قداش يحب المسلسل، مش التمثيل اون جينيرال، وقداش تعبت باش وصلت مالك. دونك مالك بن سعد شهاب في المايسترو، دونك بعد ما شفناك في قناة التاسعة، شفناك في عمل ضخم كيما المايسترو، تصورت روحك باش تبدا بعمل ضخم كيما هذا؟ والله أنا حبيت، عندي برشا من اللي حبيت نكون في عمل ضخم كيما كيكا، معناها أنا كنت نتمنى باش نكون في عمل ضخم كيما كيكا، والحمد لله معناها معناها جات جا الوقت وجات الفرصة اللي أنا باش نكون في عمل ضخم كيما كيكا. كي اقترحوا عليك الدور، أول حاجة قلتها بينك وبين روحك؟ بون هو مش ما كنتش نعرف اللي انا باش ناخذ دور شهاب، مشيت وعديت كاستين كما العباد الكل، وقعدت متشوق لاخر لحظه اسكو شنو هو الدور اللي باش ناخذه. صحيح قريت السيناريو، عجبني اكثر دور هو دور شهاب، خاطر حسيته هكا يمسني ولا حاجه هكا، ومعناها فرحت على الاخر كي قال لي سي لسعد اللي انت خذيت دور شهاب. هو قول لي لسعد، احنا كي عملت كاستين كل شيء، عملنا بعد دي ريبيت، لميتهم في اسباس المسار، وعملنا دي سيونس نقراو، وحتى واحد فيهم ما يعرف الغول نتاعو، ما كانتش معنا من البيك الكل، حتى واحد فيهم ما كان يعرف شنو يرو، كلهم قراو وبرفوا على بليزيور رول، وحتى واحد فيهم ما يعرف شنو باش يعمل، وحتى في الفريق التقنيك ما كان حتى واحد فيهم يعرف شنو باش يعمل. دخلت حطيت تصورهم، عملت تابلو علقت فيه تصور، ومن بعد خرجت لهم الكل، علقت لهم تابلو، قلت لهم هذا كل واحد شنو باش يعمل. وهما ناديتهم الاولاد والبنات، وبرشا اللي تفاجئوا، وبرشا اللي واحد حب شهاب، الاخر حب نزار هكذا، وبديت وبعد ذكر هذيك اكثر نهار، بديت نقول لهم انت باش تعمل هكا، بديت نقرا في الليست واش عليه ريزلتا، واللي عجبه الدور واللي تغشش بيه ما خذاش الدور. تقولش عليه القرعه نتاع كوم دو مون، تقولش عليه القرعه وكل واحد تغش. اما بعد كي كل واحد خذا دوره وبدا يخدم عليه، فهم واقتنع بالدور، خاطر كلهم مثلا يحبوا دور شهاب، كلهم يحبوا دور رمزي، خاطر اكثر الادوار اللي عرفت تحس انه كلهم باش يعملوا رمزي، وكلهم باش يعملوا شهاب. من بعد اش قلت لك، احنا عملنا كل لعبه، لعبنا انا كلهم مش صورنا التورناج، لعبنا مع بعضنا،
ومع مراهقين لا ساعات ما تنجم تكون كان هكيك خاطر تنبعت نحكيو ديما كي نحكي مع المخرجين يقولك اصعب واحد سليم يعرف اصعب كي شي مثلوا صغيرات سليم حتى باش تاثرهم في التغناج وكل صعيبه ياسر اصعب من ممثل ديجا خادم ويعرف روحه هاو السيكونس هذيا ويقف هكا واللاكس ومن عارف شنو شيخ باش نعطيك كلمه اكيد سليم عندك برشا ما تقول على العمل هذيا نمشيو للموسيقى في صافي ساعه وراجعين خليكم غوصي معنا مازال نكمل